ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هذا الشيء. وقفة وطالت. كل عيد فطر سعيد إن وقفة نجلس فيها مترقبين. هل غدا العيد أم لا؟ هل اليوم وقفة حقيقية أم وقفة كذابية؟ ولكننا لا نقضي الوقت جالسين، حتى لو طلعت الوقفة كذابية نركض، نركض إلى الأسواق، نركض إلى الكراجات، نركض إلى محطات القطارات، ونطير في الميكروباصات على الطرقات، نشتري مؤونة العيد الحلوة، الحلوة من كل الاتجاهات إضافة للحلويات، أواعي حلوة للأولاد مبهرجة ملونة، وطقم جينز موحد لكل صبيان العائلة يظهرون فيه على الملأ وكأنهم طلاب جامعة في الثمانينات، وفستان موحد لكل بنات العيلة. وبالطبع فالصبابيط موحدة أيضا وجاهزة لاجتياز المستنقعات والبرك اللي بدون جبنة في حال نزل المطر. نركض يوم الوقفة، نحجز قبل عدة أيام، من لم تحالفه السيولة المادية وقتها يؤجل قطع التذاكر حتى يوم الوقفة، بل إنه وأفراد العائلة العزيزة يبسطون في الكراج على أمل الصعود في باص احتياطي قرر الانطلاق بركاب جدد الآن، أو على أمل السفر في ميكرو بالاتفاق مع عدة ركاب. وتشتعل الطرقات بين المدن والقرى والبلدات، تشتعل بالحافلات الصغيرة منها والكبيرة، وكلما صغرت الطرقات صغرت معها الحافلات، فتجد الباصات الضخمة على الطرق الرئيسية اللي من نوع الأوتوستراد، ثم تجد الميكرويات على طريق الاتجاه الواحد، ثم تلوح لك الهوندايات والطرطيرات على الطرق الترابية. ولن تعدم مشاهدة الموتورات وهي تجلس خلف سائقها راكبين أو حتى ثلاث، كل ذلك من أجل الوصول إلى الأهل، من أجل الاستيقاظ صباحا وتقبيل أيادي الوالدين العزيزين. وكل عام وانتم بخير، لكن يا خوفي تكون الوقفة كذابية ونقعد بالضيعة نستنى يوم إضافي كمان، لكن بنكسب فيه الصيام بمعية الأهل ونستيقظ من جديد في الصباح. وكل عام وانتم بخير يا عائلات وطني التي ما زالت تستطيع أن تلتقي مع بعضها البعض في العيد. هكذا حدثنا هذا النشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.